تعالى يا كداكي، تعالى تعالى، ما تتكسفش. مساء الجمال والفرفشه يا اداره. اهلا يا طاعون، ازيك؟ اقعد يا هيما، انت مكتب وانا جايبك اخطب لك. ايه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير، هيما ابن منطقتي واخ اصغر ليا. وانا شفته امبارح حتى بالأمارة، كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير، القلق ده انا ما احبوش. حتى بالأمارة انا اول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان. لا، وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير، هيما ده ابن اصول، ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا قعده. الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف، صاحبك وضيفها كاب على راسه من فوق مره يعني كده ولا حاجه، مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا. مش لما اخذ مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي، هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي. واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه. خلاص، دخلوا مطبخ نجربه. لا مطبخ ايه يا كبير، ما تفنيش بالحياه، ابوس ايدك. ما تخليني هنا في الصاله، ده انا عجبك قوي، شغلني اي حاجه في الصاله، ان شاء الله تشغلني رقاصه.